pour dire sincèrement, je ne vais pas structurer un propos spécial. إنما ضرورة تقتضي على أنني أولا باش كيقولوا حين يحضر البوح يفلس المعجم، المعجم فالمعجم كي يفلس حالة الراهنة ديال نادي حسنية زكادير كتحتم على أي واحد على أنه أولا اعتبارات شتى والخصوم في مايل الخصوم في اولا لاريفي دو نوفو كوميتي انا ما غادي نمشي شي لور بزاف ما نمشي شي لور انه كيف ما كان الحال هذاك سي تان باسي انا كو جو لي اوبلي سانسيرمون حنا ولاد اليوم اليوم من الحضافه كاين ان بريزيدون كو جو كوني que je connais aussi le comité, les membres qui constituent le comité de l'Amin Dor. C'est un nom formidable, d'ailleurs, un nom en H majuscule. Ou Insan, que le magout fakou el lawadin kun chouya an ksar, ma akoulou ou an nou Insan, la boudda an nou khda wahl msouliya kbira, ou msouliya li kat جعل على انه كل انسان عنده ضمير وعنده حب وعنده مبادئ وعنده قيم بغض النظر على انه يكون عنده واحد الشيء اللي هو اضافي اللي هو الانتماء ديالو لهذا النادي العريق وهذا النادي اللي عنده ان بوا لو شون ناسيونال اذن يكون من الحرام على ان الانسان ما يديرش يدو في يد هذا الرجل السيد امين الدور وفريق العمل ديالو اعرفهم حق المعرفه لذلك ف ما تردد شيء لان كنت كنتالم بكل صدق كنتالم كطرف مني اللي هو فيه الحسنيه زكادير الانسان يكون جاحد الى ما كانش عنده بره من الاعتراف ديال النادي الحسين زكادير اللي عطات لعبدو ربي كيف ربما انا جو سوري جو نو ديري افيك بوكو ديميليتي سوري امبل دو نو دير سكو جي دوني او كلوب في طرافي ليستوار من 93 حتى لدابا زواء 30 سنه متقطعه فعلا ولكن الان هناك واحد مفترق طرق خطير بالنسبه للنادي حسين زكادير بكل المكونات ديالو الفريق اللي كي اللي هو المشعل كي يقول كي يهز المشعل ديال كرة القدم في الجنوب كامل لأن في لا كارتوغرافي فوتباليستيك راه حسين زكادير راه إلى ريبريزونت من هذا حتى الحدود حتى القويرة إذن فريق ما يمكننا إلا أنه كي 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 دوموند أن صوص إس أو إس واللي زاد شجعني هو هذا الانتماء ديالي داخليا اولا ثانيا معرفتي الخاصه بالسيد الرئيس السيد امين الدور بالفريق العمل ديالو اللي خداو المسؤوليه ريسامون وايضا شيء اهم هو الفريق يحتضر ما يمكنش انا قلت على انه كنتالم والله القسم الا كنتالم تنتالم من هذا المسار اللي مشات فيه اللي مشى فيه الفريق من الدوره الاولى الى الان لا بد ضميري ما كيملي عليا على انني ندير يدي في يد اخ ديالي ورجل وانسان عنده كفاءه كبيره في التسيير كنعرفو واشتغلت معاه قبل انسان اللي عنده كفاءات عاليه في التدبير الرياضي عارف ميدان كره القدم عارف حتى في الشق ديالها التقني وفريق العمل ديالو فريق طموح فريق العمل فريق طموح فريق اللي جايب تحديات كبيره اللي الاساس ديالها اولا لا شيء
يمكن انه يدار الى ما تنقدش الى ما كانش القاطره اللي هي فريق الاول يتوضع في السكه الصحيحه ويقطع تلبير الامان او بير الامان. وعاد داك الساعه كيف تكلم معايا السيد الرئيس على انه هناك اوراش كثيره واوراش كتدعي لاي واحد انه يكون غير متفائل وفخور بالعمل اللي هما غادي يباشروا ان شاء الله ابتداء من الدوره 30 منين يكون الفريق خدا المكانه ديالو في الدرجه الاولى. وشكرا.